محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ركائز الإيمان ومن الأعمال الجليلة التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله عز وجل. وقد جعل الله تعالى محبته سبحانه وبحمده لعباده منوطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لعلو منزلته ورفعة مكانته وسمو مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.